أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. بشرى سارة إلى اللبنانيين اليوم، وأيضا صدق أو لا تصدق، فقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية في لبنان بمعدل 500 ليرة لكل من صفيحة البنزين والديزل أول والمازوت الأحمر، كما انخفض سعر صفيحة الغاز 400 ليرة، في حين ارتفع سعر قارورة الغاز 300 ليرة. سامحونا سلفا، ففي المقابل هناك بشرى غير سارة، فقد ارتفعت نسبة تضخم الأسعار في لبنان بمعدل 11.1% خلال عام واحد بحسب تقرير للإحصاء المركزي، وطاول الارتفاع أسعار الألبسة والأغذية والماء والكهرباء والأثاث والتجهيزات المنزلية وحتى الصحة والتعليم. مصائب قوم عند قوم فوائد، ويبدو أن أموال الخليج ستكون رافعة اقتصاد أمريكا عبر الأسلحة لا الهجومية ولكن فقط الدفاعية، إذ توقعت شركة بوينغ أن تتضاعف إيراداتها من المبيعات الدفاعية للشرق الأوسط خلال العامين المقبلين، وزاد طلب الدول الخليجية على الأسلحة لا سيما السعودية، ويشكل الشرق الأوسط ثلث إيرادات بوينغ من المبيعات العسكرية أي نحو 2 مليار دولار سنوياً، فيما تتوقع شركة الطائرات الأمريكية العسكرية زيادة إيراداتها السنوية من معدات الدفاع في المنطقة إلى حوالي 4 مليارات دولار في خلال العامين المقبلين. مفارقة مضحية مبكية، ففي وقت ترتفع فيه نسبة البطالة في العالم وينتظر الناس إعلانات للتوظيف، طلب إعلان لشركة أرجو الأمريكية توظيف مجموعة من الماعز، وقالت نطلب عددا من الماعز لتناول مخلفات الحقول لمدة 3 ساعات يوميا فقط، مع توفير تأمين صحي وبيطري لكل معزة، إلى جانب منع ضرب الماعز أو معاملتها بقسوة. تراجع سعر الذهب اليوم بعدما أخفق الدائنون في إبرام اتفاق بشأن اليونان. وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 51 دولار و 22 سنت، عيار 21 48 دولار و 91 سنت، أما عيار 18 ف 41 دولار و 97 سنت. أونصة الذهب بلغت 1724 دولار و 77 سنت، كيلو الذهب 55451 دولار 36 سنت. تأثرت أسعار النفط بمخاوف جديدة بشأن اقتصاد أوروبا والعدوان الإسرائيلي على غزة، فارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 16 سنت ووصل إلى 109 دولارات و99 سنت للبرميل، واستقر الخام الأمريكي دون تغيير عند سعر 86 دولار و75 سنت للبرميل. هذا كل شيء ملتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.